قال لي هذه الخربوشة. الماس. عقلتوا على هذا السيلو؟ هذا فيه جميع الالوان، ازرق احمر اخضر. شكل ديال السيل ديالو زوين. واه ما يضخت. ثقيل هاتي، ما عرفتش شنو السمية ديالها. قلت لك انا اللي لايحهم خوت اخي ايوب. قلت انا اللي لايحهم في الطوموبيل خوت. هذاك 100 وقينا هذا الكابل هذا ديال الاكس بوكس. هنا كي تيكونوا بزاف ديال الحاجات. ها هو هذا شارجور ديال ابل واتش. تبارك الله ما عجبك بك على طول ما تطلعوا. تبارك الله هذه اللوحه هذه الثمن ديالها 350 درهم. هذه واقيلا فرفارة فلوكا. هاي كاينه وحده اخرى عايز تشوفها. هذا ديكور زوين. هذا ديال الشمعه. هاد جوج ديال الكيسان الصراحه زوينين ويستاهلوا 150 درهم. هو قال لي اخر ثمن ديالهم 400 درهم وعطاو 300 درهم. صراحه هادي ديال واقيلا الخاتم ولا الزهاقات صراحه زوينه. الى عقلتو كنت خديت تورن ديسك بالشارجور ديالها، ولكن الشارجور ديالها صدق خاصو لي فيش اللي هادو اللي شفتوهم. تبارك الله ما العملات العملات البشريه. شبك لي شي حاجه هنا غريبه صراحه. ايطاليانا هادي هادي واقيلا الملكه اليزابيث. هادي 1 باوند هذا بحال قلتي شي 11 درهم 12 درهم. بيزا كنت عارف ديالاش ونسيت عليها. اللي فكرونا في كومونتيرات الاصدقاء. هاد الراديو كبيرة دايرة 2000 درهم. تبارك الله زوين. السيل ديالو كيف في هادي الفين ديال الفينان الراديو كاين هذا الواحد. اصدقاء لقيت هاد الباطو هذا ديال السباق تيكونو تاهما زوين هنا بالريموت ديالو. هذا ديال الواد ولا لا بلاص ولكن راه عرفتي كيكون طيارة. عندو لي فلتر ديال اوبجيكتيف. هذه ديال سميتها ديال اوبجيكتيف ستوندار. ديكورات زوينه ولا لا؟ عقلتي على هذا؟ تعرف السميه ديالها؟ ناروتش. شحال الثمن ديال كل واحد هذا؟ 100 درهم. 100 درهم الواحد. 100 درهم كبير ولا صغير؟ بحال هذا بحال هذا 150. تبارك الله عندهم اورنجز. هذا تيلصقوا به البلاستيك ماشي شي ساشي فاش بحال هكا تسدها. تكونوا عرفتوا غير علاش كنهضر لك. سواء صراحه الثمن ديالو 30 درهم. وانا باللور ديالو كاين هاد كيف كتلاحظوا تتقطع الساشي شحال شي ساشي مسدود. هادو الصبابط ديال الشعر. تبارك الله اليوم في السوق كاين غير الثمن الصراحه في الحوايج والماء. الحوايج قدامين بزاف اليوم. بان لي الاكسسوار شويه ماشي بزاف كنعطي السوق 4 على 10. اصدقاء انا لقيت هاد تورن ديسك
الثمن ديالو 100 درهم ولكن لقيت فيه واحد المشكل. هو السيد ما عرفتش علاش راه قلت عليه دابا. وصلت معاه زعما الثمن ديال 100 درهم ولكن فاش قلبت لقيتها طايره على البره ديالها. طايره بالكاسيطه ديالها. قال لي هذه الخربوشه فاش قلبنا لقيناها ديال هذا هو الالبوم. ضحكني باش قال لي خربوشه هي بصح هاي زوينه راه لا مارك هادي يعني. صوني زوينه. هاد التورن ديسك الصراحه همزه واش من همزه ومعها وحده فينال ديالها. قال لي بان فيها مغنيه سميتها خربوشه هي ماشي خربوشه والثمن ديالها 100 درهم ولكن فيها مشكل واحد اللي هي ديك الشوكه اللي كتقراها لك الفينال. صراحه ما عرفتش واش كتكون كتريبارا في المغرب ولا لا ولكن بات لي همزه كديكور. بسم الله. واول حاجه في الحصيله هي هاد الكارت ميموار اللي الثمن ديالها 5 درهم ديال بلاي 2. هذا الشارجور غنجربوه للتورن ديسك شوفوا واش يخدم لينا ولا لا. الثمن 5 ديال الدرهم. هادو لي فيشي ديال واحد الشارجور كنا خديناه والثمن ديالو ب 25 درهم. هادي ضامه الصراحه زوينه بزاف كيف كتلاحظوا الديكور ديالها بسيط جدا وزوينه. هادو هو الشارجور اللي كنا خدينا شحال هادي وعندك الحق تحكم في الفولتاج يعني حتى 12 فولت. وهادو هما لي فيشي نقولوا بسم الله ونجربوا في هاد الويفي هذا ونشوفوا واش يشعلوا. من بعد ما درنا 12 فولت في الشارجور والويفي حتى هو 12 فولت نقولوا بسم الله والحمد لله شعل. يعني الشارجور خدام اول مره تنجربو حيت لقينا الفيشي ديالو. دابا نقولوا بسم الله وغنجربو في هاد التورن ديسك اللي كنا خليناه وصابرين عليها. يعني بغيت ندير فيها شي شارجور ديال الواي فاي صدق مصوطي علينا. من بعد ما درنا اون الحمد لله كيف كتلاحظوا شعلات تبارك الله ما شاء الله. دابا خاصنا غير لي فينال وغنصبروا عليهم حتى هما كما صبرنا على الشارجور غنجمعوا جاي ان شاء الله بياسه بياسه حتى نجيبوا لها بزاف ديال لي زاكسيسوار ديالها. كيف كتلاحظوا راه بالشوكه ديالها بكلشي يعني ما شاء الله. دابا خاصنا غير الفينال. هادو تنشك فيهم بعض الخطرات كنقول واقيلا كيكونوا بلوتوث حيت الاولى اللي كنا بعنا حتى هي راه بلوتوث. نقولوا بسم الله دابا ومن بعد ما كونيكتيتها مع التليفون تخيلوا معايا غادي تصدق بلوتوث. يعني فاش فتحت الويفي بديت كنقلب غير على الله هبطت لتحت كيبان ليا بانه كاين واحد البلوتوث كونيكتيت وهي تعطيني الومي بانها راه كونيكتات. فاش جربت شي واحد الفيديو من الفيديوهات ديالي عشوائيين فبدا انه تنسمع الصوت واو الصراحه شي حاجه كتفرح. يعني خديتي شي حاجه وصبرتي عليها وجمعنا الشارجور ديالها بوحده واللي فيه شي ديالو بوحده وصدقات خدام. يعني هذه ميزه زوينه وكنتوكل على الله. مادام اننا كنتوكل على الله فراه الحمد لله كيجيب الله تيسير سواء خدمه سواء ما خدمهش راه ماشي مشكل. يعني راه ديما داكشي انت وزهرك والحمد لله. فاش خدمات هذا راه خبر زوين. يعني دابا شحال صبرنا على تقريبا جاي الشهر شهر ونص بحال هكاك. وهنايا كنكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو وكتكون الشمس غربات علينا. هادشي اللي كاين في الفيديو هذا عطيونا الاراء ديالكم عطيونا الحاجات اللي عجبكم في هذا الفيديو. نتمنى تخلينا في الفيديو ان شاء الله.